اي خيوط عندي، وابره تكون مناسبه للخيط ممكن 5 ملم. وببتدي ان انا بشتغل 40 غرزه سلسله. لما بخلص الأربعين غرزة سلسلة معايا، بشتغل غرزة منزلقة في كل غرزة سلسلة. بدخل بالإبرة في حلقة واحدة من حرف البي، بسحب الخيط من الحلقتين مرة واحدة. أنا كده عملت غرزة منزلقة في غرزة السلسلة، ودي اللي بتعمل لي شكل الحبل اللي هيكون في مسكة الليفة بتاعتي. بعد ما اخلص الحبل بتاعي، هبتدي ان انا بضم الطرفين مع بعض. بدخل الابرة في طرف الحبل والطرف من الحبل من الناحية التانية، وبسحب الخيط منهم كأني بعمل غرزة منزلقة بس من كل الجهات. هرتفع بسلسلة بثلاث سلاسل او اربعة على حسب الحجم اللي انت عايزاه للليفة، وانا هشتغل على الفتلة دي عشان اداريها. وهحاول ان انا اعمل دلوقتي دايرة عشان اشتغل فيها بداية الليفة بتاعتي. اشتغل غرزة منزلقة في اي مكان، وبالنسبة لي الدايرة دي كلها كاملة هشتغل فيها 20 غرزة عمود بلفة او 30. هشتغل 10 الناحية دي و10 الناحية دي، او 15 الناحية دي و15 الناحية دي، على حسب انت عايزة الليفة بتاعتك تكون حجمها قد ايه. وانا هنا هعتبر كل دي حلقة، يعني هشتغل العمود بلفة حوالين الجزء ده كامل زي ما هو واضح قدامكم دلوقتي، وهكمل العشرين عمود بلفة بتوعي وهرجع لكم. لما بخلص العشرين عمود بلفة بتوعي، بشتغل غرزة منزلقة في رأس السلسلتين أو التلاتة، وبشتغل في كل حلقة أو كل غرزة عندي 4 عمود بلفة، وهكمل ده على كل السطر بتاعي. تاني عمود بلفة معايا، تالت عمود بلفة، كده هنشتغل ربع عمود بلفة في نفس الغرزة، وهنكمل بنفس الطريقة دي في كل الغرز داير ما يطير. كل ما هتزودي عدد العمود بلفة، كل ما الشكل معاكي هيتموج اكتر ويبقى شكله في رافلز اكتر. ده كده الشكل بتاعه بعد ما خلصنا اول دور. هنشتغل غرزة منزلقة بداية السطر بتاعنا، وبنرتفع برضو سلسلتين، وهنشتغل في كل غرزة 4 عمود بلفة، وهنفضل مكملين بنفس الطريقة دي لغاية لما نوصل للشكل اللي انت شايفاه مناسب، سواء كان كبير او صغير، ده اللي هتقدري تحدديه براحتك. بالنسبة للي انا اشتغلتها، انا ارتفعت على كده كمان دورين او ثلاثة.